موجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. علق خبراء اقتصاديون على إمكانية تأثر العراق اقتصاديا بالقصف الإيراني على الكيان الصهيوني، خاصة بقضية الدولار. وقال الخبراء إن الأمر يبقى خطرا في حال صدور حزمة عقوبات اقتصادية على المؤسسات المالية العراقية أو أفراد يمتلكون بنوكا في العراق، فإن ذلك قد يؤدي إلى حالة من الهلع تؤثر سلبا على أسعار الصرف في السوق العراقية. وتابع الخبراء أنه على الجانب الآخر يمكن أن يؤثر ارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام التومان الإيراني على ارتفاع أسعار البضائع الإيرانية في العراق، نتيجة لاعتماد العراق شبه الكامل على البضائع الإيرانية، وذلك في ظل المخاوف من اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل. وبالتالي قد يشهد العراق زيادة في أسعار البضائع الاستهلاكية المستوردة من إيران. أعلن البنك المركزي العراقي عن مبيعاته من العملة الصعبة، إذ بلغت أكثر من 273 مليون دولار في تعاملاته وفقاً للسعر الرسمي البالغي 1310. وأظهرت بيانات البنك أن إجمالي السحوبات النقدية الداخلية بلغت 10 ملايين دولار، أما إجمالي مبالغ التحويلات إلى الخارج التي تشمل الحوالات والاعتمادات بلغت 263 مليون دولار، في حين بلغ البيع الكلي 273 مليون دولار. أعربت جمعية صناعة النفط في كردستان العراق عن استعدادها للبدء الفوري في محادثات مع كل من أربيلة وبغداد لاستئناف صادرات النفط في كردستان العراق. وقالت الجمعية إنها تقدر تجديد الرئيس الأمريكي جو بايدن على رئيس الحكومة محمد السوداني ضرورة الاستئناف السريع لصادرات النفط عبر خط أنابيب النفط العراق تركيا، مطالبة بضمان لسداد المستحقات المالية الحالية والسابقة وفقاً لاتفاقياتهما الرسمية. قالت هيئة السياحة في أربيل إن أكثر من 1,700,000 سائح زاروا مدن كردستان العراق خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وقال مدير الإعلام والعلاقات في الهيئة إبراهيم عبد المجيد إن من بين الزوار الذين شملهم الإحصاء ما يزيد على 200,000 سائح زاروا كردستان العراق خلال عطلة عيد الفطر من 8 إلى 13 من شهر نيسان الجاري، مضيفا أن معظم السياح يأتون من وسط وجنوب العراق وإيران وتركيا ودول أخرى، في حين زار عدد كبير من السياح المحليين في محافظات شمال العراق الذين يبلغ عددهم 150,000 نسمة الشواطئ والمناطق السياحية. أظهر أحدث تقرير صدر عن البنك الدولي أن النمو الضعيف وارتفاع مستويات المديونية وتزايد حالة عدم اليقين ناجمة عن الصراعات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. وتوقع التقرير أن تعود اقتصادات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا إلى معدلات النمو المنخفض المماثل للفترة التي سبقت جائحة كورونا، متوقعا أن ينمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024. إلى أسعار العملات مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.